السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي ازود سرعة الجهاز واحسن من اداؤه؟ خطوة 2 من 10 خطوات. الخطوة 2 ديت هنعملها باننا هنروح على كمبيوتر، نختار بروبرتيز، من بروبرتيز هنلاقي ادفانسد سيستم سيتنج هنختارها، وبعدين هنلاقي في البرفورمانس اللي هو الاداء بتاع الجهاز حاجة اسمها سيتنج، هنلاقي في 3 وضعيات. اول حاجة بتخلي الكمبيوتر او الويندوز بيختار الوضعية المناسبة بالنسبة له، يعني يختار الحاجات المناسبة له. تاني حاجة افضل شكل best appearance. تالت حاجة افضل اداء، يعني انك تظبط الويندوز يا اما على حسب مزاجه هو، يا اما على افضل شكل له، يا اما على افضل اداء له. فانا طبعا هختار افضل اداء، ده طبعا هيزود لي سرعه الجهاز، بس هستغنى بكده عن الاشكال اللي موجوده عندي والالوان والحاجات اللي بنشوفها في الويندوز 7. هيرجع لشكل الويندوز القديم اللي هو شبه ويندوز ميلينيوم اللي كانت عامله مايكروسوفت. وبكده نكون عرفنا تاني خطوه لزياده سرعه الجهاز، وده بالاستغناء عن كل الحاجات الشكليه في الويندوز، وبان انا ارجع لشكل الويندوز القديم الكلاسيك. شكرا جزيلا، تابعونا على youtube.com/ازاي كليب.